أكدت رئيس السن بمجلس محافظة كركوك بروين فاتح حميد عدم وجود اسم مرشح نهائي لتولي منصب المحافظ حتى الآن، مشيرة إلى إمكانية تسمية محافظ من خارج المجلس بشرط حصول توافق عليه من كافة المكونات. وبخصوص غياب أعضاء مجلس المحافظة من العرب والتركمان، أكدت بذل جهود كبيرة دون تحقيق النصاب القانوني نتيجة عدم حسم الخلافات بين القوى السياسية على خارطة توزيع المناصب. وتوقعت أن تكون هنالك احتمالية بعقد جلسة لمجلس المحافظة يوم الخميس القادم برئاسة رئيس السن في حال تم الاتفاق والتفاهم على آلية يتم من خلالها تحديد يوم لعقد الجلسة. احنا هاي ثالث مرة، الجلسة الأولى في 1/2 وتمت إلغاء الجلسة وتأجلت إلى يوم 5/2، واليوم الجلسة احنا حاضرين الكتلة بالنسبة للكتل السياسية الاتحاد الوطني كردستان والديمقراطي والمكون المسيحي، الكل لديهم حضور من الساعات الأولى من الجلسة ومتفقين على أن هذا الجلسة جلسة بروتوكولية، جلسة افتتاحية تشريفاتية. مع ذلك بالنسبة للكتلتين العرب والتركمان لم يحضروا.